السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير يا رب. معاكم شمس من قناتي اكلك وحاجة حلوة. النهاردة جاية لكم بفيديو كده خفيف ولطيف وروش، والناس كلها بتحب البطيخ. هنعمل مع بعض ايه النهاردة؟ هقول لكم ازاي نقطع البطيخ بطريقة صحيحة. يعني ناس كتير بتحب البطيخ بس بتهيب تقطيعه، بتهيب ان هي مش عارفة تقطعه صح، بيتبهدل منها وهي بتقطع وبينزل ميته. لا، انا النهارده هوريكم ازاي تقطعوا البطيخ بطريقه حلوه وسهله جدا ومن غير ما تهدري منه اي حاجه كتيره خالص. يلا بينا عشان نبدا الفيديو بتاعنا ونقول اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بس قبل ما ابدا في تقطيع البطيخ مع بعض، يلا حطي لي لايك واعملي اشتراك في القناه لو اول مره تزوريها، وهتنزلي تكتبي لي احلى كومنت منك. يلا بينا بقى عشان نقطع البطيخ ونقول بسم الله. هاي سكينة والبطيخة طبعا مغسولة كويس قوي، وبالذات عشان كورونا انا بغسلها بالصابون. هبدأ هنا كده اعمل قاعدة للبطيخة بتاعتي عشان اتحكم فيها كويس قوي. كده المفروض السكينة تكون حامية اكتر من كده، بس هي دي الموجودة عندي حاليا، فهعمل بيها كده. نعمل قاعدة بس للبطيخة كده مع بعضينا. الخيمة بتاعتي مغسولة تمام كده، الله اعلم بقى تطلع حلوة ولا مش حلوة، يا ترى حظينا ايه؟ هنشوف مع بعض. وابدأ برضو اعمل هنا كده. بصوا انا لما عملت قاعدة انا كده مرتاحة في البطيخة بتاعتي ومسكتها مرتاحة معايا. هشيل دي كمان. هبدا بقى ايه اقطع البطيخة بتاعتي كده. نبدا بقى ايه نقطع القشرة بتاعتنا كلها من على البطيخة، نشيلها كل القشرة اللي معانا كده تتشال. يا رب تكونوا بخير. اخباركم ايه في كورونا اللي احنا فيها دي؟ طبعا ياريت يا بنات كله ياخد احتياطاته والاجراءات يا جماعة، والكمامة والجوانتي والكحول. مكان ما تروحي خدي ازازة الكحول معاكي، يعني بصي بابك عقميه مفاتيحك عقميهم خدارك. ان شاء الله هنزل لكم فيديو ازاي انا بعقم المشتريات بتاعتي والخضار بتاعي اول ما بجيبه من بره، ازاي انا بتعامل. وبالنسبه للناس اللي طلبت الجناش الاقتصادي، حاضر من عيوني هنزله قريب قوي. خافي على نفسك وعلى عيالك، يا ريت ما تخرجيش كتير من بيتك. لو كل واحد فينا خاف على نفسه وعلى الناس اللي حواليه وعلى باباه وعلى مامته وعلى الناس المسنه اللي في البيت وخاف واخد احتياطاته، والله هنعدي الازمه بخير يا بنات، وهتمشي بسرعه ان شاء الله. البطيخه دي شكلها مش حمرا ولا ايه؟ بقى خلاص كده انا فلكت منها وابتديت اقشر بسرعه اهو. كده خلاص اهو ابتدينا نخلص البطيخه بتاعتنا اهو. نشيل بس كل الحاجات البيضه دي عشان ما بحبش طعمها انا. بصوا
دلوقتي من جوه ونشوف حمرا ولا لأ. هلم القشر اللي معانا ده ونرجع مع بعض نقطع البطيخة بتاعتنا. خليكم معايا. واهو زي ما حضراتكم شايفين رجعنا مع بعض تاني، والبطيخة بتاعتنا لحد دلوقتي ما نزلتش ولا نقطة مية. يلا بينا عشان ايه نقطعها. خليكم معايا اهو، هنبدأ نقطع البطيخة بتاعتنا. هوريكم هنقطعها ازاي من غير ما نحضر في البطيخة خالص. لا هي حمرة حلوة اهي من جوة، انا كنت خايفة تكون طلعت معانا مش كويسة. تعالوا هناخد، خلاص انا عملتها نصين، بصوا وهعملها النص هقسمه نصين كمان، وهبدأ ايه اقطع كده واوريكم دلوقتي البطيخة كلها هتطلع معايا شكلها عامل ازاي، ونصها قدام ضيوفنا قدام عيلتنا، او انت تخزنيها طبعا في الثلاجة عندي في علبة، حطيها في علبة محكومة الغلق، وايه وكل ما تيجي تاكلي مش هتسيبي انك تقعدي بقى تقشري وتعملي كل ما تيجي تاكلي. بصوا ما نزلتش مية معايا، ما بهدلتش البطيخة، مش كل ما اجي اكل اقول لا لسه هروح اقطع واعمل من الثلاجة، لا اهو زي ما انتوا شايفين كده يعني نعم مش حمرة قوي، بس يعني انا اديكم الطريقة. بصوا شايفين بصوا شايفين شكلها عامل ازاي. تعالوا بقى ودي النص التاني معايا برضو هقطعه. شايفين البطيخة والله هي حمرة، بس عشان الناحية دي بتكون يعني الناحية اللي هي فيها القشر، لكن اهو من جوه البطيخة عاملة ازاي. تعالوا بقى نجيب سيرفيس ونرص فيه البطيخ بتاعنا. يلا بينا. وبكده هنكون خلصنا تقطيع البطيخة بتاعتنا، بس انا محبتش اقطع الجزء ده، انا بغلفه ببلاستيك فيلم او استريتش وبسيبه لحد ما بيكون عايزين، وانا بدخل اقطعها بسهوله جدا. والجزئيه دي بصوا البطيخه عامله ازاي، الفكره هي حمراء جدا مش باينه في الصوره، وطعمها تحفه 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 يا بنات، طعمها مسكر قوي قوي. وبصوا ما نزلتش، شايفين ما نزلتش ولا نقطه ميه، شايفين الطبق هنا ما فيهوش ولا نقطه ميه، يعني انا كده قطعت البطيخة بتاعتي ما نزلتش نقطة مية واحدة منها، مش زي ما انا افضل اخد بقى وهي بقشرتها والمية بتاعتها تنزل وتشرب في التلاجة والحوارات الكتير والمشاكل الكتير خالص خالص اللي بتتقال. لا احنا اتجنبنا كل المشاكل دي، والبطيخة بتاعتنا هي اتقطعت وطعمها تحفة مع شوية جبنة بقى للناس اللي بتحب الالبان. مفيش احلى من كده على العشاء. يا رب تكون الطريقة عجبتكم، ويا رب كل يجربها ويستفاد، وتكون فعلا اقتصادية او سهلة اكتر من الطريقة اللي كان معتاد عليها او كان بيستخدمها في التقطيع. وكانت معاكم شمس من قناتي اكلة وحاجة حلوة، ويلا حطولي لايك وما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة لو اول مرة تزوروها، واحلى كومنت وشير يا بنات للفيديو، عايزة الفيديو يوصل لكل الناس، عايزة كل الناس تعمل شير على الفيسبوك وعلى المواقع بتاعتها، شير للفيديوهات بتاعتي يا بنات عشان القناة تتعرف، ويلا اشتراكات اشتراكات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وانتظروني فيديو جديد ان شاء الله.